بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظة بلحظة متابعينك وعارفين كل حاجة عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرة ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحارة انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف في ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. يا حلوين، هتقوله ولا مش هتقوله؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خلمة، أنا كرشته. تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا أحمد بيه، أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن. يا باشا اعتبره حصل. يلا يا حلوة أنت وين؟ لا يا باشا بص أنا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا؟ هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ ده ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد. اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مرة واحدة والحمد لله. أنا مستورة معايا ومرزق، دي نعمة ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام من صباح، كل واحد يعيش على الطريقة اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول لي على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والأصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر أنكر كلامك حلو، وأنا مش عارف أقول لك لأ على حاجة. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجات ايه اللي انت عايزاها مني. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني، وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، ما بيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. ما كنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسة؟ انت قولي لي يا روستي. روستي كده؟ روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل، مش عاجبني روسه ده. يبقى محروس.
يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس يا ست. احنا براحتنا، محدش حاجه عندنا. زي انا يا هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكلة؟ الناس فاتحة هنا بحر، انت رايحة مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقولك ايه؟ قولي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا. بس بقولك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي. يلا يا جزة. يا هوي. ايه يا عم؟ بنتي دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسلية. عسلية؟ عسلية؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا واحد.